أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الآن، وهذه الفقرة الخاصة عن الاقتصاد المصري في إطار الفعاليات التي تنظمها إدارة مؤتمر ميونخ للأمن للمشاركين فيه للالتقاء بكبار القادة والزعماء على مستوى العالم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في غداء العمل الذي نظمته إدارة المؤتمر بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني وفولفغانغ شنغر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وأيضا عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية. صرح السفير بستمرادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد حرصه على الالتقاء بهذه النخبة المتميزة من مجتمع الأعمال، معربا عن تطلع مصر لتوسيع أفاق التعاون خلال المرحلة القادمة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدشين مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، آخذا في الاعتبار أن تلك المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصري بل والنفاذ لأسواق ضخمة في أفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة. للحديث عن هذا اللقاء نرحب بضيفنا في استوديو الآن دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. أهلا بحضرتك دكتور كريم. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية قبل ما نتكلم عن مؤتمر ميونخ تحديدا وعن اللقاء اللي احنا قلناه في سياق الخبر، بتشوف حضرتك ازاي توجه القيادة السياسية في عرض رؤية مصر وفي عرض برنامج مصر في كل المحافل الدولية أو في كل الدول اللي بيزورها الرئيس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا دائما وأبدا بنقول ان العلاقات الخارجية مهمة جدا وهي بتنعكس لها بالغ الأثر على الوضع الداخلي والشأن الداخلي، وانك انت أبدا لا يمكن أبدا ان تنمو وتزدهر في ظل معزل عن العلاقات الدولية او في معزل عن الوسط الإقليمي اللي انت محيط به، لانك انت باختصار علشان تنمو وتزدهر ويحصل لك نشاط اقتصادي في عملية تفاعل بتكون مع العالم الخارجي، كلما كانت علاقاتك الخارجية والسياسية أقوى كلما ده انعكس على الشأن الداخلي، لانك انت بتتعامل مع اقتصاد، بتتعامل مع شركات دولية متعددة الجنسيات، بتتعامل مع شركات ألمانية وأمريكية وصينية، وإذا كانت تلك الشركات بتيجي وتستثمر وبتبحث عن الربح كهدف مهم، ولكن أيضا التوجهات السياسية بتلعب دور كبير جدا. يعني احنا شفنا ان زيارة الرئيس وعلاقاته الجيدة مع رئيس الصين ومع رئيس روسيا ده انعكس على الشركات الصينية والروسية، لان هي تقريبا بتتوجه من رؤساء دولها من دولها ان هي روحوا واستثمروا في مصر وابحثوا عن فرص استثمارية جيدة. كمان مصر بحكم ان هي معدل الاستثمار عندها مرتفع وبحكم ان هي بوابة لافريقيا زي ما اشرت حضرتك في المقدمة، فايضا اصبحت مطمع لكبرى الشركات العالمية علشان تيجي وتستثمر وتنتج وتزود انتاجها ويبقى عندها سوق كبير زي السوق الافريقي. طيب السفير بستمرادي زي ما احنا ذكرنا ايضا في سياق الخبر تحدث عن مسألة انه الهدف المصري ليس فقط تلبية احتياجات السوق المصري ولكن النفاذ الى اسواق اخرى، الوصول الى اسواق اخرى. بتشوف حضرتك ازاي مصر قادرة على هذا، يعني في ضوء طبعا تصريحه فكرة انه احنا نوصل لاسواق اخرى ودول اخرى ومش بس يكون هدفنا تلبية احتياجاتنا احنا الذاتية؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن دولة، بنبني دولة وبنبني اقتصاد دولة. احنا كان عانينا من مشاكل كتير وابتدينا نحلها وابتدينا نضع حلول على الارض ما كانتش بتوضع قبل كده، ووضعنا استراتيجية لتنمية مصر ليس فقط اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، اذا فهي استراتيجية كاملة على مختلف المحاور. احنا بنتكلم عن بنجذب الشركات علشان تيجي وتلبي احتياجات السوق المحلي، يبقى اول خطوة احنا محتاجين نعملها ان احنا نلبي احتياجات السوق المحلي، وبعدين الفائض بيتم تصديره بناء عليه، فانت محتاج تفتح اسواق جديده. اما بتيجي نفتح اسواق جديده او اكتر اسواق بنضولها اللي هي الاسواق اللي فيها علاقات حدوديه بينك وبينها، علاقات سياسيه جيده، الاسواق القريبه منك علشان تكون التكلفه اقل او تكاليف النقل بتكون اقل، لان كل ما المسافه بعدت كل ما تكاليف النقل بتزيد، كل ما يعني بتقلل من تنافسيه السلع. لذلك بتعتبر السوق الافريقيه سوق واعد بالنسبه لنا، سوق واعد للشركات المصريه وايضا واعد للشركات الاجنبيه. احنا عندنا مناطق صناعية كتيرة ومدن صناعية جديدة بتتبني، احنا عندنا محور قناة السويس وده يعتبر يعني مجال لتنافس الشركات العالمية، كل سنة تقريبا بتيجي وفود من كبار الشركات العالمية بتزور. حتى احنا لو بالمناسبة ان الرئيس في ألمانيا كانت الشركات الألمانية يمكن في 2018 و17 و16 لا يمر عام الا وهي بتبعت وفد من كبرى الشركات ان هي تيجي وتشوف الفرص بالنسبة لها اللي ممكن تستثمر فيها في مصر
احنا ما نقدرش برضه ممكن دور الشركات الالمانيه في مصر. احنا خطه انقاذ الكهرباء اللي قامت بيها شركه سيمنز الالمانيه عملت اكبر 3 محطات كهرباء في العالم بطاقه تقريبا 14400 ميجا وات. يمكن رئيس شركه سيمنز قال انها اكبر شركه اكبر عمليه انقاذ للكهرباء في التاريخ قمنا بيها في مصر. اصبح لدينا فائض للكهرباء بعد ما كان عندنا عجز محلي، اصبح لدينا فائض للكهرباء بنصدره. اصبحنا الان بنتكلم ليس فقط على تصدير السلع والمنتجات ولكن تصدير الخدمات، تصدير الكهرباء سواء في اطار الربط الكهربائي مع الدول الافريقيه والربط الكهربائي مع الدول العربيه، ده يعتبر مصدر ايضا للدخل. اي نعم هي تكاليف محطات الكهرباء كانت كبيره ولكن انت في عائد بيعود عليك، عائد اقتصادي وعائد اجتماعي، انك انت بتامن احتياجاتك الاساسيه من الكهرباء ومن الطاقه. لان انت لما تيجي تتكلم عن مستثمر هيجي وعايز يبني مصنع، اهم حاجه بالنسبه له انت بتوفر لي مصدر طاقه ولا لا، بتوفر لي مرافق ولا لا. كل الامور دي والخدمات دي بتكون مهمه جدا للاستثمار. الـ الشركات الالمانيه، وهي بمناسبه ان الرئيس موجود في المانيا، الشركات الالمانيه من الشركات الكبرى عالميا، من الشركات اللي عندها التكنولوجيا مرتفعه، من الشركات اللي هي بتبحث دائما عن فرص توسع خاصه في السوق الافريقي. احنا بنبحث في مصر ودائما عايزين نطور من الصناعه المصريه، وعلشان نطور من الصناعه المصريه لازم ندور على شركات عندها تكنولوجيا، شركات عندها خبرات فنيه تنقلها لك وتوطنها عندك. الاستثمار يعني بنبتدي بمرحلتين، الاول انت بتجذب الاستثمارات، بتهيئ المناخ، بتجيب الشركات دي تقعد عندك وتستثمر، وبعدين تنقل التكنولوجيا وتدرب الفنيين والمهندسين والعمال اللي عندك وانت تبتدي تطور منها على مر الوقت. انت عندك يعني يمكن الرئيس يعني هو بيزور مدينه ميونخ اللي فيها المؤتمر. هي يعني بالمناسبه ميونخ هي عاصمه مقاطعه او ولايه بافاريا، وهي في عدد كبير من المصانع. يمكن في وفد من الشركات البافاريه زار السنه اللي فاتت مصر يمكن اكثر من 33 شركه. احنا عندنا في مصر يعني يمكن الاستثمارات الالمانيه في مصر تقريبا اكثر من 7 مليار دولار، في 1215 شركه المانيه بتعمل في مصر في مجالات عده وقطاعات عده، في الغاز، في البترول، في المواد الكيميائيه، في صناعه السيارات. صناعه السيارات دي صناعه من الصناعات اللي المانيا بتشتهر بيها جدا. عندك 3 مصانع سيارات من كبرى مصانع السيارات في العالم، شركه مرسيدس وفلكس فاجن وبي ام دبليو. دي مصانع وشركات بتدور على سوق افريقي سواء تودي منتجاتها وايضا انها تبني مصانع. شركه فلكس فاجن دي من اكبر شركات السيارات او مصانع السيارات اللي هي عايزه تتوسع في افريقيا. احنا ده دور بقى مصر، يمكن دور القياده السياسيه، انك انت بتقابل كبرى الشركات اللي هناك تبتدي تسهل لهم، لان احنا صناعه زي صناعه السيارات والمانيا متميزه فيها، محتاجين نلعب فيها دور. يمكن جنوب افريقيا مشيت بخطوات كويسه في هذا المجال، والمغرب والجزائر، لا احنا نبحث عن دور ونبتدي ناخد السبق في هذا المجال. يمكن يعني احنا جنوب افريقيا والمغرب سبقتك بخطوات، انت قدامك الفرصه انك انت كمان تتجه لمجال السيارات الكهربائيه او السيارات ذاتيه القياده. يمكن احنا شفنا ان رئيس شركه مرسيدس من شهر تقريبا اعلن ان هو هيعمل وحده جديده في مصر، وان هو هيعمل وحده للسيارات الكهربائيه او خط انتاج للسيارات الكهربائيه والسيارات ذاتيه القياده. يمكن لو تم تنفيذه في مصر تبقى من اوائل الدول في افريقيا في هذا المجال. فده كله يعني اضافات جديده ممكن تحدث للاقتصاد المصري في اطار علاقات السياسيه والعلاقات الخارجيه للرئيس السيسي. عدد كبير من الزيارات الخارجيه قام بها الرئيس السيسي، يمكن الزياره دي لالمانيا او حضور مؤتمر ميونخ للامن دي الزياره رقم 92 في زياراته. والزياره الثانيه في 2019 كان السيد الرئيس برضه زار المانيا، كان الزياره رقم 88، كان في شهر اكتوبر اللي فات تقريبا، كان في مؤتمر الشراكه مع افريقيا او الشراكه الالمانيه الافريقيه، لان اصبحت الدول الاوروبيه الان تضع عينها على القاره الافريقيه. البعض اتفضلي. كنت هسال حضرتك بخصوص رئاسه مصر الاتحاد الافريقي، في سياق كلام حضرتك اتكلمت عن فكره انه الدول الاوروبيه والشركات الاوروبيه بشكل عام، مش بس الشركات الالمانيه، بتضع عينها الان على افريقيا، سوق واعد وموارد بشريه وايضا موارد طبيعيه. فكره رئاسه مصر الاتحاد الافريقي والرؤيه اللي عند مصر لرئاسه الاتحاد في كل المجالات وخصوصا في الشق الاقتصادي طبعا، ازاي ممكن تنعكس على لقاءات الرئيس مع كبريات رؤساء كبريات هذه الشركات؟ احنا طبعا يعني من اسبوع تقريبا
مصر بقت رئيسه، من 3 ايام مصر رئيسه الاتحاد الافريقي بشكل رسمي. في طبعا يعني كلام بيتردد ان مصر رئيسه الاتحاد الافريقي ده حدث هي بالدور او يعني في اطار اجنده الاتحاد الافريقي. طبعا هي رئيسه مصر الاتحاد الافريقي، هي بالدور يمكن خدتها قبل كده والدور عليها وهتسلمها لجنوب افريقيا وخدناها من رواندا. ولكن ياتي دور مصر كرئيس الاتحاد الافريقي في حته مهمه، ان دائما الدول الافريقيه خسرت كتير جدا اقتصاديا وسياسيا في اطار مفاوضاتها مع العالم الخارجي. اي اتفاقيه شراكه اقتصاديه او اتفاقيه تجاريه كانت بتعقدها الدول الافريقيه مع الاتحاد الاوروبي او مع الولايات المتحده او مع اي كيان اقتصادي كبير، كانت الدول الافريقيه هي الطرف الاقل استفاده منها. ليه؟ لانك ما كانش عندك نفوذ قوي، ما كانش عندك قوه كبرى تعبر عن القاره الافريقيه وعندها خبره في المفاوضات. وده اللي يمكن خلى بعض الخبراء الاقتصاديين او بعض الناس يكون ليهم راي، يعني راي الى حد كبير نرجسي او ذاتي شويه، فكره منطقه تجاره حره افريقيه، فكره ان احنا لا نعتمد على الدول الاخرى، وحبوا يكونوا بمعزل شويه عن هذه الدول. يمكن ده اللي دفعهم لهذا التفكير. يعني طبعا نحن بنعيش في عالم متصل ولا يمكن الاستغناء عن استثمارات هذه الدول الاوروبيه والغربيه في افريقيا، لكن البعض من خلال فكره انه افريقيا ما كانتش بتستفيد قوي او الدول الافريقيه ما كانتش بتستفيد قوي في السابق فكر بهذه الطريقة، لكن الآن طبعا الوضع بقى مختلف. طبعا الوضع مختلف. لما نيجي نتكلم عن دولة في حجم مصر وفي قوتها وعلاقاتها السياسية والاقتصادية والدور اللي قامت بيه أكتر من سنة وهي بتمهد وبتجهز لرئاستها للاتحاد الأفريقي، لا طبعا هنا الوضع اختلف. دائما وأبدا الرئيس المصري لما بيسافر في وزارات خارجية بيمثل أفريقيا وبيتحدث عن الدول الأفريقية، حتى إن اللي يعني القيادة السياسية المصرية تضع تصورات، إحنا وضعنا تصور ورؤى جدا لعلاج المشاكل الاقتصادية. في نفس الوقت مصر في نفس الوقت اللي هي رئيسة الاتحاد الافريقي فهي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة، وده احدى الاذرع الست للامم المتحدة بجانب محكمة العدل ومجلس الامن ومجلس الوصايا اللي هي اذرع الامم المتحدة. مجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة هو اللي بيضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مصر هي عضو عن افريقيا في هذا المجلس، وهي الذي تضع التصورات لاجندة افريقيا 2063، وضع التصورات ل التكامل الاقليمي وحلول لمشاكل التكامل الاقليمي، وضع التصورات للتجاره البينيه. المتتبع طبعا للنشاطات اللي قامت بيها الدوله المصريه هيلاقي ان في 2018 على سبيل المثال معرض افريقيا للتجاره البينيه اللي اتعمل، مؤتمر الاستثمار في افريقيا، ما ده كله ده كان تمهيد لرئاسه مصر للاتحاد الافريقي. هي رئاسه مصر للاتحاد الافريقي هي بالدور، ولكن انك انت تكون دوله في حجم مصر على راس الاتحاد الافريقي فهي اذا انت عندك خبره فنيه وعندك علاقات سياسية وعلاقات اقتصادية مع العالم، بتبتدي تبلور هذا في انك انت بتستخدم سلطاتك ونفوذك كدولة كبرى في الاقليم وفي افريقيا لصالح القارة السمراء، لان احنا اكثر دراية بمشاكل القارة الافريقية، لان احنا جزء منها، احنا جزء منها وشاعرين بيها. اذا كان الاتحاد الاوروبي او اذا كانت الولايات المتحدة والدول الكبرى بتسعى للدول الافريقية فهي في الاخر بتبحث عن مصالحها الشخصية. اذا كانت اوروبا او المانيا او كانت اي دولة ما عايزة تخش افريقيا فهي علشان خايفة من النفوذ الصيني او النفوذ الهندي او 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 النفوذ الايراني اللي اتمدد في افريقيا، فهي بتبحث عن مصالح في افريقيا. ولكن احنا كدوله كمصر احنا افارقه وجزء من القاره الافريقيه، فنحن بنسعى لحل مشاكل القاره الافريقيه. دور مصر في المنطقه وفي الاقليم وفي الشرق الاوسط لا يمكن اهماله. التجاره، منطقه التجاره الحره الافريقيه اللي انت اشرت اليها، ده بتعمل عمليه تكامل وترابط بين الدول الافريقيه، ان احنا نبتدي نلبي احتياجات بعض بدون التعامل مع العالم الخارجي. منطقه حرة أفريقية معناه أنك بتستورد وتصدر من غير جمارك، معناه أنك بتنقل وبتاخد وبتودي سلع بسعر أقل، أنك أنت ممكن دولة زي مصر وإحنا عندنا قاعدة صناعية قوية تصدر لسوق كبير تقريبا أكتر من 1,288,000,000 نسمة حجم القارة الأفريقية، وتستورد منهم مواد خام وتستورد منهم سلع ومنتجات. يعني الدول الأفريقية لم تعد يعني دول متخلفة ولا دول ملاءة حروب أهلية كسابق عهدها، لا ده يمكن أعلى 5 معدلات نمو في العالم في كمجموعة دول من أسواق نشأة موجودة في أفريقيا. عندك أثيوبيا وكينيا ورواندا، دي كلها حققت معدلات نمو مرتفعة. عندك قاعدة صناعية كبيرة في جنوب أفريقيا وقاعدة صناعية كويسة موجودة في المغرب. الدول الأفريقية حققت معدلات
نمو مرتفعة نتيجة ان هي بتسعى لنمو اقتصاداتها، فكلما زاد معدلات النمو كلما زاد طلبهم على السلع والمنتجات. فيعني ما فيش اسهل او افضل من مصر او من الدول الافريقية ان هي تغذي بعضها وندي لبعض سلع ومنتجات وخدمات. واحنا شفنا ان الرئيس السيسي في خلال فترة ولايته زار تقريبا اكثر من 25 دولة افريقية. صحيح، كان 30% تقريبا من 30% من عدد زياراته الدول الافريقية. طيب دكتور كريم، في كل مرة الرئيس بيتوجه فيها لأي دولة، طبعا حضرتك قلت إن دي الزيارة الـ 92، ومش بس الرئيس السيسي، كمان وزير الخارجية لما بيتوجه لأي دولة للمشاركة في أي مؤتمر أو منتدى بيتم الترويج وبيتم الإعلان عن تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي. السؤال لحضرتك، طبعا ده شيء مهم جدا، لكن سؤالي لحضرتك، هل أدركت الدول الأوروبية ما حققته مصر من إنجاز في الاقتصاد؟ هل أدركت البنية التحتية التي تمت؟ هل أدركت كل التحسين الذي تم في قوانين الاستثمار والتشريعات الخاصة بمسألة الضرائب ومسألة المتعلقة بتسهيلات الاستثمار اللي أجرتها الدولة أو اللي قدمتها الدولة للمستثمرين؟ هل الدول الأوروبية والشركات أدركت هذا؟ طبعا يعني دائما وأبدا تعتبر المحافل الدولية سواء اللي بتقوم جوه مصر او خارج مصر، سواء المؤتمرات اللي احنا بنعملها في الداخل او في الخارج، دي بتعتبر فرصة للترويج الاستثمار لمصر. في اكتر من فعالية او في اكتر من محفل دولي اقتصادي بتشارك فيه وفود مصرية، وزارة الاستثمار طبعا على رأس تلك الوفود اللي دائما بتسافر، سواء في اجتماعات الربيع اللي بتعملها للبنك والصندوق او منتدى ديفوس الاقتصادي او منتدى ميونخ للامن او مؤتمر الاستثمار في افريقيا اللي اتعمل في مصر، او معرض العلاقات الاقتصادية او التجارية البينية الافريقية اللي اتنم عمل في مصر. دي كلها بتبتدي الوفود المصرية او المجموعة الوزارية الاقتصادية بتتكلم وبتعمل عملية ترويج للاقتصاد المصري، وبتشوف احنا كنا فين ووصلنا لحد فين. احنا قمنا بتعديلات كتيرة جدا، قمنا بعمل بنية تحتية قوية، ده الاهم. يعني الاطار التشريعي، قانون الاستثمار وقانون الافلاس وكل قوانين دي، المنظمة للعلاقات الاقتصادية ومنظمة للاستثمار انتهينا منها، لكن البنية التحتية والمرافق ده جزء مهم جدا علشان انت تكون مصدر جذب في المنطقة. وبعدين انا عايز اقول ان الاصلاحات اللي بتكون علشان تشجع الاستثمار ما بتتوقفش عند نقطة معينة. يعني انت مش هنيجي نقول مثلا احنا كده خلاص عملنا الاصلاحات وهنقف، لا، انت الاصلاحات دي بتبقى مستمرة وشكل مستمر، لانك انت في حالة تنافس على جذب المستثمر. مش انت بس اللي بتجذب المستثمر، لا، انت في المنطقة وفي الاقليم وفي العالم وعندك منافسة قوية من دول اسيا او من دول الخليج بتحاول تجذب برضو المستثمرين. الدول الافريقية اصبحت ايضا بتهيئ مناخ الاستثمار، فانت نقطة الاصلاح او تهيئة المناخ دي ما بتتوقفش عند نقطة معينة، والإدارة الجيدة هي اللي بتجذب المستثمر وبتخليه يوفر عندها فرص عمل ويوفر عندها منتج ويوطن صناعة. احنا عندنا هنا نقطة ان احنا محتاجين نوطن صناعة. انا ضربت المثل بصناعة السيارات لان ألمانيا دولة رائدة في صناعة السيارات وعندها عدد كبير من الشركات الكبرى اللي هي ممكن تيجي تستثمر في مصر، فيها فعلا جزء بيستثمر في مصر، وندعو ان الجزء الاخر يجي يستثمر في مصر. التوقعات العالمية ان في زيادة في الطلب على صناعة السيارات الكهربائية، يمكن شركة مرسيدس قالت انها تعمل في مصر وحدة لصناعة السيارات الكهربائية. اتمنى ان مصر تكون هي الدولة الاولى في المنطقة وفي قارة افريقيا اللي تتوطن عندها تلك الصناعة الهامة، لان على 2025 و2030 عدد السيارات اللي بالكهرباء الطلب عليه بيزيد، وفي نفس الوقت بتنحصر طلب على السيارات اللي بالوقود. حتى ان في دول اوروبا الاسكندنافية وفي بعض الدول الاوروبية الاخرى قالت ان على 2025 هتمنع بشكل تام العربيات العادية اللي بالوقود. فاحنا مش عايزين نبقى يعني ايه عرضة ان احنا تجينا مخلفات الدول العالم من السيارات، لا، احنا نبتدي ونخطو خطة جيدة في صناعة السيارات الكهربائية او سيارات ذاتية القيادة علشان يبقى لينا مجال في المستقبل في تلك الصناعات الهامة اللي هي بتساهم في عمل قيمة مضافة للاقتصاد القومي وبتزود الدخل والمواطن وبتوفر فرص عمالة. طيب من كلام حضرتك كنت اتكلمت عن المجهود اللي عملته الشركات الألمانية في مصر والشراكة ما بين مصر وألمانيا في مسألة الطاقة. ده بيخليني أسأل حضرتك سؤال مهم جدا، مصر حققت إنجاز كبير في مجال الطاقة، هل هذا الإنجاز يعني من الممكن أنه يخلي مصر مركز إقليمي كبير في مسألة الطاقة وتداول الطاقة في المنطقة؟
يعني هي مصر بالفعل بقت مركز اقليمي لتداول الطاقه. احنا عندنا ليس فقط غاز وبترول ولكن ايضا كهرباء. احنا عندنا فائض في الكهرباء تقريبا يعادل 50% من الشبكه القوميه. عندنا خط كهرباء او ربط كهربائي مع الدول العربيه بنصدر لهم كهرباء، وفي خط كهربائي سيتم تنفيذه مع الدول الافريقيه ممكن يوصل لاثيوبيا او بعد اثيوبيا هنبتدي نصدر ايضا للدول الافريقيه كهرباء. احنا تصديرنا للدول الافريقيه كهرباء مهم جدا ليك، لان افريقيا تمثل لمصر بعد حيوي وبعد استراتيجي، هم محتاجين تنميه ومحتاجين كهرباء ومحتاجين وسائل طاقه. انت لو وصلت لهم كهرباء يعني هتدي خدمه وهتدي وهتقوي علاقاتك السياسيه والاقتصاديه. انت محتاج علاقتك تكون اقوى بدول حوض النيل. المانيا من الدول اللي هي بتهتم جدا بالطاقه النظيفه والطاقه الجديده والمتجدده. المانيا قامت بدور كبير جدا، احنا قلنا ان يمكن حجم استثماراتها اكتر من 7 مليار، حجم تجارتك مع المانيا 6 مليار دولار تقريبا، كمان انت في حجم مساعدات ودعم تنموي اكتر من 2 مليار يورو. المجالات اللي بتدعمك فيها المانيا تنمويا في مجال الطاقه المتجدده وطاقه الرياح والطاقه الشمسيه، المانيا كانت دعمت ماليا وفنيا انشاء مركز اقليمي لقياس كفاءه الطاقه المتجدده، دعمت ايضا فنيا محطه توليد الكهرباء من الرياح في الزعفرانه وفي خليج السويس، يمكن يعني اكبر محطه طاقه احتمال تكون اكبر محطه طاقه شمسيه في افريقيا اللي في خليج السويس، توليد الكهرباء من الرياح. عملت لنا عمليه اعاده تاهيل لمولدات اسوان، ساعدت برضو فنيا وماديا في خزان اسيوط الجديد. كل دي يعني مساعدات بتقوم بيها المانيا لان عندها خبره في هذا المجال. شركه باور كانت زارت المنطقه الصناعيه لقناه السويس وبتبني مصنع هناك، وفعلا وقعت الاتفاقيه في اكثر من 5 مصانع في مجالات الالات والمعدات ومحطات توليد الكهرباء من المياه او من الغاز. دي كلها مجالات المانيا تعتبر رائده، عشان كده احنا دايما لهم الماكينات الالمانيه لانها دوله رائده في الصناعات الثقيله وصناعه الحديد والالات والمعدات. حتى احنا اغلب استيرادنا حتى المواطن العادي حتى لما بيبقى في حاجه لها علاقه بالمكن او لها علاقه بالتشغيل بيقول لك دي الماني، فهو بيشتريها وهو مغمض بالفعل. حتى احنا اللي لو بصينا الهيكل وارداتنا من المانيا تقريبا بنستورد منهم ب 5 مليار دولار، اغلبهم صناعات ثقيله والات ومعدات وسيارات وقطع غيارها وحاجات واجهزه فنيه. انت لما تستورد منهم ب 5 مليار دولار تقريبا ده مبلغ ضخم، فده يخليك يفتح المجال انك انت للشركات الالمانيه اللي هي بتصدر لك ان هي تيجي وتصنع هذا المنتج في مصر، مش فقط عشان تغطي السوق المحلي ولكن ايضا عشان تصدر لباقي الدول الافريقيه، لان في طلب جيد على منتجاتها لما تتميز بيه من كفاءه مرتفعه. طيب خليني اتكلم في جزئيه مهمه من الـ من الـ من الـ من الموضوع المتعلق بالاتحاد الافريقي ومتعلق برئاسه مصر للاتحاد الافريقي، لانه مصر لديها رؤيه خصوصا اقتصاديا فيما يتعلق بالاتحاد الافريقي. كان الرئيس اعلن عن انشاء مركز الاتحاد الافريقي لاعاده الاعمار والتنميه. ده مركز هيكون في القاهره وهيكون متخصص او متعلق بمساله الدول اللي خرجت من النزاعات وحققت فعلا الهدف من القمه يمكن ال 32 اللي كانت منعقده بفكره اسكات المدافع واسكات الصراعات وانضمامها لهذا المركز. بتشوف حضرتك المركز ده يعني اهميه دوره ايه؟ طبعا يعني مركز اقتصاديا ايضا لانه بعد ما تنضم الدوله اللي خرجت من نزاع طبعا معدل النمو هيختلف، التنميه في هذه الدوله هتختلف وهكذا. طبعا يعني كان دور مصر او كان ماشيه القياده السياسيه المصريه على مبدا عدم التدخل في تغذيه التوترات والمشاكل في اي دوله في الاقليم او في المنطقه. بناء عليه مع انتهاء تلك المشاكل وابتداء اتجاه تلك الدول زي ليبيا على سبيل المثال، يمكن مصر ما غذتش التطرف، ما غذتش المشاكل الموجوده هناك، كانت سند قوي للدوله الليبيه وعلى يعني تقريبا المشاكل في ليبيا على مشارف الانتهاء، فهتبتدي يمكن مصر تتبنى خطه او وضع تصور لاعاده اعمار تلك الدول وعلى راسهم ليبيا. البنك الدولي قال ان اعمار ليبيا يعني يمكن يتجاوز ال 100 مليار دولار. هنا بقى هنفتح المجال للشركات المصريه، خاصه ان الدول اللي في المنطقه اللي عانت من الحروب الاهليه ومن المشاكل ليبيا او العراق او سوريا كانت من ضمن شروطها للشركات اللي تيجي تشارك في الاعمار ان هي ما تكونش شاركت باي شكل من الاشكال في التوتر اللي كان موجود فيها. فده يفتح المجال للشركات المصريه، خاصه المجال المرافق والبنيه
التحتية والطرق والكباري، واحنا شركات رائدة في هذا المجال، شركات عندها خبرة بحكم التجربة المصرية. يعني احنا شفنا التجربة المصرية في المرافق والطرق والكباري وإعادة البناء دي كلها، احنا شركاتنا المصرية تعتبر شركات رائدة، فانت بتفتح لهم المجال ان هم يبتدي ينقلوا شغلهم برا، وانك انت تبتدي تحقق عائد من تلك الشركات وتبتدي تحقق ارباح للدولة المصرية، هم اتدربوا بما فيه الكفاية. حتى المركز الافريقي اللي احنا بنتكلم عنه رغم ان هو ليه علاقة بانضمام الدول اللي خرجت من النزاعات المسلحة وانها بدأت تتعافى، لكن ايضا له شق اقتصادي بيعود على مصر من خلال زي ما حضرتك بتقول استثمار الشركات المصرية في هذه الدول بالفعل بعد تخلصها من النزاعات. طبعا يعني بالفعل هو الشق الاقتصادي هو الشق الاهم هنا. انت بتتكلم عن عقود اعادة اعمار دول بتكلف عشرات ومئات المليارات، وكمان يعني هي الشركات المصرية هي اللي تكون هي اللي في الصدارة. احنا يعني شركات بحكم الخبرة، بحكم احنا شفنا اكتر من 1000 شركة مصرية مثلا حفرت قناة السويس الجديدة، فهي اصبحت في سابقة اعمال تلك الشركات المشاركة في مشروع ضخم وعملاق. شوف عدد الشركات الكبيرة اللي ساهمت في 7000 كيلو مشروع القومي للطرق والكباري، ده اصبحت تلك الشركات عندها سابقة اعمال وعندها خبرة في ادارة هذه المشاريع، في المباني، في بناء الاستادات، في بناء المرافق الحكومية. احنا بنبني مدينة جديدة، اذا عندنا شركات كبرى بتعمل في مجال بناء المدن الجديدة. كل هذه الشركات في كل المجالات في كل القطاعات انت هتستفيد منها، نتيجة انك عندك تجربة هتبتدي تنقلها للدول الجوار. يمكن الحكومة اللي اكدت اكتر من مرة ان مصر شريك مهم جدا في اعادة الاعمار، وده بيفتح المجال طبعا لشركاتك انك تشتغل وتوفر فرص عمل وتحقق عائد للدولة المصرية. طيب عايز اتكلم مع حضرتك في جزئيه ثانيه ليها علاقه بالدول الاوروبيه وليها علاقه بمؤتمر ميونخ للامن. لما مصر بتشارك في هذه المؤتمرات احنا دايما بنتكلم عن فكره الترويج، ودايما بنتكلم عن طبعا لقاءات الرئيس بالشركات ممثلي يعني الشركات، ولو كان في وفد اقتصادي بيكون مع الرئيس بنتكلم عن البروتوكولات والاتفاقات اللي بتتم في هذه الزيارة. عايز اسأل حضرتك عن توجه الدول الاوروبية نفسها نحو مصر. من شوية سألت حضرتك هل هم ادركوا ما حدث في مصر، دلوقتي بسأل حضرتك ايه مصلحتهم في ان هم يستثمروا في مصر، يعني حتى بعد ادراك البنية التحتية وما تم في مصر من طرق وما تم في مصر من اصلاحات وتشريعات تشجع على الاستثمار، مصلحة هذه الدول الأوروبية، لأنه الكثير كان بيتحدث عن مسألة أن الدول الأوروبية أيضا لها مصالح، يعني هي لا تستثمر في دولة فقط لمساعدة هذه الدولة فقط، لكن لابد أن يكون لها مصلحة أيضا. ما العائد على هذه الدول الأوروبية أو ما الذي يدفعهم للاستثمار في مصر؟ في عدد من المصالح وعدد من المكاسب بتحققها الدول الأوروبية. أولا احنا بنتكلم عن العائد على الاستثمار أصبح في أوروبا وأسيا انخفض. يعني يمكن احنا نقول ان الدول الاسيويه والاوروبيه وصلت لمرحله التشبع الاقتصادي، فبتبتدي تبحث عن اسواق جديده واسواق ناشئه علشان تستثمر فيها. معدل الاستثمار في مصر وافريقيا بصفه عامه من اعلى معدلات الاستثمار في العالم، يتجاوز ال 20 وال 25%، وده معدل مغري جدا للشركات الاوروبيه والعالميه انها تيجي تستثمر في مصر. ايضا البحث عن سوق كبير وعملاق، فموجود سوق، يعني انت لما بتيجي تبني مصنع بتدور على سوق كبير علشان يمتص تلك المنتجات وتلك السلع. سوق كبير موجود في مصر، مصر لوحدها 100 مليون نسمة، القارة الأفريقية تتجاوز المليار و200 مليون نسمة، فده بيبقى مطمع طبعا وميزة نسبية بتتمتع بيها مصر والقارة الأفريقية. أيضا الدول الأوروبية بتنظر لمصر أيضا في الفترة الأخيرة بنظرة خاصة ومميزة. ليه؟ لأن احنا لو شفنا تقرير العلاقات الخارجية الأوروبية قال إن مصر هي الدولة الوحيدة اللي في المنطقة اللي هي لديها القدرة أنها تصدر الغاز منفردة للاتحاد الأوروبي، لأنها لا تتمتع به من احتياطات ضخمة موجودة سواء في البحر المتوسط أو أيضا البنية التحتية وعمليات الإسالة، فإحنا نقدر نصدر غاز مسال أو زال أو غاز عن طريق أنابيب الغاز العادي عن طريق الأنابيب للدول الأوروبية، وكده أوروبا محتاجة الغاز. موضوع الغاز ده بالنسبة لأوروبا موضوع مهم جدا، علشان حتى يعني دايما روسيا اللي هي المد الاساسي للغاز لاوروبا بتستخدم في ضغط سياسي على اوروبا الغاز بتاعها، فاوروبا بتبحث عن مصدر اخر للغاز مستقر وبعيد عن المشاكل وبعيد عن التوترات ويكون قريب، فوجدت ان الغاز المصري
هو الغاز الرئيسي او الغاز المصري هو المصدر الرئيسي اللي ممكن يوصل لها الغاز الطبيعي المصري بعيد عن المشاكل وامن من غير مشاكل. واحنا عندنا البنيه التحتيه ايضا الجيده لهذا المجال. انا عايز اقول برضو انك وجود محطات اساله وغاز طبيعي عندك وخلاك خط السبق وخط الرياده انك انت الرياده انك انت تصدر للدول الاوروبيه وانشاء منتدى غاز المتوسط، قفلت المجال انك تبقى مصدر اقليمي للغاز، قفلت المجال على اي دوله تانية موجوده في الاقليم ان هي تبتدي تحذو هذا العزو. انت خلاص هي انت خدت السبق وخلاص اصبحت سوق الغاز في المنطقه هيرتبط بيك، لانك انت ليس فقط الموضوع مرتبط باحتياطات كبيره من الغاز ولكن ايضا البنيه التحتيه والمرافق الخاصه بالغاز الطبيعي دي عشان تتبني. اسرائيل حاولت تعملها محتاجه استثمارات عاليه جدا وايضا 10 سنين على الاقل. تركيا حاولت ولكن نتيجه التكلفه العاليه ومحتاجه فتره كبيره جدا، فطبعا الفرص كلها ضاعت منهم واصبحت مصر هي المنطقه الدوله الوحيده اللي في المنطقه اللي تبقى مصدر اقليمي للغاز والطاقه، ليس فقط انك انت تصدر الغاز بتاعك او تحوله عمليه اساله ولكن ايضا بتاخد غاز الدول اللي في الجوار وبتربطه بيك بخط انابيب وبتصدر للخارج، ويمكن تكون يعني سعر الغاز عالميا ممكن يكون مرتبط بالغاز المصري. في سؤال مهم جدا دايما بنساله لما بنتكلم عن الاقتصاد يا دكتور كريم، وهو متعلق بالاشادات الدوليه، لانه البعض طبعا المواطنين العاديين ما بيبقوش عارفين المؤسسات الدوليه الاقتصاديه، ما بيبقوش عارفين اهميه الاشاده بالاصلاح الاقتصادي او بالبرنامج المصري في الاصلاح. فكره الاشاده الدوليه سواء من صندوق النقد او حتى من المؤسسات الاقتصاديه اللي احنا كلنا عارفينها زي فيتش وزي ستاندرد اند بورز وكل التصنيفات اللي كانت لمصر في الفتره الاخيره، عايز اعرف اهميه ده وانعكاسه ايضا على الدول اللي بتتعامل مع مصر اقتصاديا واستثماريا. الإشادات الدولية أو بيوت الخبرة العالمية زي ما حضرتك أشرتي أو مؤسسات الائتمان الدولي دي طبعا ليها رأي، بتعمل عملية تقييم بشكل مستمر لاقتصادات الدول العالم. ولما تيجي نتكلم عن شركة كبرى أو مستثمر لما يجي يخش دولة جديدة فهو بيطلع على تلك التقارير وبتقول إيه، طبعا كل تقاريرهم جايه ايجابيه في صالح الاقتصاد المصري، وده طبعا مش جاي من فراغ، ولكن احنا شغالين في الدوله المصريه شغالين بنعمل عمليه اصلاحات. يمكن احنا في مشاكل بتواجهنا، احنا مش جاي اقول ان احنا اقوى اقتصاد في العالم ولكن احنا عندنا مشاكل وبنحلها، واضعين تصور ورؤيه اقتصاديه لمصر. مصر لم يتم وضع لها تصور اقتصادي مستقبلي منذ يعني اخر يمكن خطه اقتصاديه مستقبليه اتوضعت في مصر كانت سنه 68، بعد كده كانت الدوله ماشيه زي نقول اليوم بيومه، ما كانش في تصور مستقبلي، ما كانش في رؤيه اقتصاديه للمستقبل. احنا وضعنا لمصر خطه اقتصاديه واجتماعيه والمحافظه على البيئه اللي هي خطه التنميه المستدامه 2030 في 2015، وضعها يعني ابناء مصر اللي في الخارج عقليات وعلماء مصر هم اللي وضعوها. احنا ماشيين كل سنه على خطه استراتيجيه، احنا بنبني كل سنه بنمشي وبنعمل حلول جديده، بنضع تصورات جديده لم تكن موجوده، حاجات جديده بتتعمل ما كانتش موجوده قبل كده. بناء عليه احنا شفنا ان المؤسسات الدولية بتشهدت في مصر تقرير التنافسية العالمية، تقرير الاستثمار العالمي وضع مصر الأول أولى أفريقيا في 2017 و2018، الأولى أفريقيا في جذب الاستثمارات والثانية عربيا، يمكن كان إنك أنت تجذب الاستثمارات وتبقى الأول أفريقيا. جنوب أفريقيا كانت قاعدة على هذا المكان على هذا في ريادة الدول المتلقية للاستثمارات لمدة 10 سنين، أنت بعد 10 سنين في 2017 و2018 بقيت الأول أفريقيا في جذب الاستثمارات. تلك الشركات إذا كانت جت مصر فنتيجة إصلاحات نتيجة نظرة تفاؤلية مستقبلية، لأن الاقتصاد قائم على التفاؤل. إذا كنت أنت عايز يعني تعمل عملية تنشيط للسوق، عايز تعمل جذب للاستثمارات، فأنت المستثمر هو بيجي من ضمن الحاجات، هل أنا متفائل بشأن هذه الدولة؟ هل أنا متفائل بشأن الإصلاحات؟ هل فعلا الدولة دي بتقوم بإجراءات كبيرة جدا ومهمة جدا هتجذبني تجذب كبرى الشركات؟ طبعا على أرض الواقع والكلام ده إحنا شايفينه، ولكن الأمور الاقتصادية دايما بتاخد وقت شوية. يعني في عدد كبير من المدن الاقتصاديه الصناعيه اللي بتقوم بها، يعني المدينه الصناعيه الصينيه او الروسيه دي من يعني يمكن الصين اكبر مدينه صناعيه ليها بتقومها بالخارج عملتها في مصر. روسيا اكبر مدينه صناعيه ليها انشاتها في الخارج او يمكن الاولى ليها هي انشاتها في مصر، طمعان في السوق المصري وطمعان في السوق الافريقي. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك يا دكتور كريم. دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد السياسي، شكرا لوجودك معنا. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لحضراتكم مرة أخرى لاستكمال هذه الجولة من الآن، ابقوا دائما معنا.